ترأس سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الصندوق عن بعد، وأكد الوزير على أهمية الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لصندوق الأمل بما يتوافق مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى استقطاب الشباب ودعم أفكارهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات. وخلال الاجتماع تم مناقشة استراتيجية مجلس إدارة الصندوق للمرحلة القادمة وأهم المبادرات التي ستطرح أمام الشباب البحريني الرامية إلى توفير الفرص لهم للانطلاق بمشاريعهم في ريادة الأعمال، كما تم الاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات والمبادرات التي قامت بها مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل منذ تأسيسها.